The 86th of 19th century. Still many souls are in danger. A lot of lies still hidden behind stones. On the reason, the demon of the earth, human. Accident at the Chernobyl atomic power station. There has been a nuclear accident in the Soviet Union. Population 2.5 million and... Hey Joe, we arrived. قررت اليوم اخذكم المدينة تشيرنوبل. مدينة ما حد عايش فيها من قبل 37 سنة لليوم هذا. حد الان موجودين فقط شخصين او ثلاثة عايشين حول القرى اللي موجودة. لكن برحلة غير عادية لان فيها اسباب. السبب الاول انه راح اسافر مع الشخص اللي خلاني ابدا على اليوتيوب، افضل صناع المحتوى على الوطن العربي وعلى العالم. جو حطب. اهلا. So you go to Chernobyl right now, yeah? مستحيل. هيك منبهرة تجربة عجيبة يعني تروح تشيرنوبل الهليكوبتر is like they're like city tour. What time is it right now? 5 minutes. مدينة عدد سكانها صفر من 37 سنة إلى يومنا هذا. هذا الشيء راح يكون خطر علينا لأنه راح يكون الإشعاع تحتنا مباشرة وممكن نتعرض للإشعاع. وبالفعل صارت عندي كثير شغلات غريبة أثناء رحلتنا بالهليكوبتر. صرت أتقيأ لمدة يومين وحسيت بدوار وبتعب. في عام 1970 بنى الاتحاد السوفيتي مدينة بريبات. كان الهدف من بنائها اسكان عوائل عمال البرنامج النووي للطاقة الكهربائية. وصلنا لهنا لتشيرنوبل، رح ندخل الى المنطقة الحدودية الاولى وبعد 20 كيلومتر رح ندخل للمنطقة الثانية. هذا شوف روفيا شعاع على تحتوي محطة تشيرنوبل على 4 مفاعل نووية للطاقة. وبيوم من الأيام وقبل 36 سنة وبالضبط بتاريخ 25/4/1986 صارت أكبر كارثة موجودة على وجه الأرض إلى يومنا هذا، كارثة تشيرنوبل. أكبر انفجار نووي موجود على سطح الأرض. معنى كلمة تشيرنوبل معناها الأشجار الدافئة. حصير كارثة نووية موجودة في مدينة تشيرنوبل. بالفعل بالنسبة للشعب الأوكراني اللي المتدين اللي كان مدين بالديانة الأرثوذكسية المسيحية إنه راح يصير كارثة، وبالفعل صارت هذه الكارثة. 014 بناية جدا قديمة الآن ممكن إنه تتدمر على لحظة، لذلك منعنا من الدخول. لكن جربت أدخل الآن نستكشف شنو موجود. حاول الاتحاد السوفيتي بالكذب على العالم، لكن بعد يومين رصدت السويد أكبر إشعاع نووي موجود. Cloud headed north across Poland today and into Denmark, where radiation levels were 5 times normal and Sweden illegally hot. التمثال اللي ورايا تمثال للين مؤسس الاتحاد السوفيتي، وهذا التمثال الوحيد اللي موجود في أوكرانيا الآن، لأنه جميع تماثيله انمحت من أوكرانيا بعد ما تحررت من الاتحاد السوفيتي من 7. ونشرت السويد إلى العالم، وهذا كان السبب إلى إنهاء الاتحاد السوفيتي.